كما وعدناكم بكري باش يكون معنا ضيفنا اليوم من باريس، نستقبلو جلال بريك. صباح الخير جلال، شنو احوالك؟ صباح الخير سيدي، شنو احوالك انت؟ لاباس عليك، ومرحبا بمستمعينا الكرام في الساحل وكل تراب الوطن. جلال، البارح هي اخر ايامات الحداد الوطني اللي اعلنت رئاسة الجمهورية كاقوى ردة فعل على المجزرة اللي صارت في شعام بيوم 16 جويلية 2014. جلال بريك، شنو هو موقفك من اللي قاعد يصير في البلاد ومن العملية هذه؟ والله بالنسبة للحداد، نحن كدولة عربية مسلمة، العرب لا ينامون على ثار. أنت الحداد لا نقبل العزاء إلا بعد الانتقام والقصاص لمن ذبحوا من قبل الغزاة الذين يأتون من الشرق ومن الغرب. وبالنسبة للواقع المرير اللي يعيش فيه شعبنا، عملية تعقيم إعلامي حول المصير المحتوم الذي سطر منذ سنين من أجل أن تعود تونس دولة قزمية تحكمها القنصليات والسفارات، وعلى رأسهم أمنا وحبيبنا الولايات المتحدة الأمريكية حبيبة الشعوب العربية والإنسانية. جلال، تولى الانتخابات على بواب، هذا معناتها إذا ما وقعتش تعطيلات، شنو قررت أنتما شنو قررت أنت كجلال بريك للمرحلة هذه؟ شنو باش تعمل؟ سأترشح لرئاسة الدولة التونسية، حق شرعي وحق عرقي وتاريخي وثقافي لشخصنا. اللي يحب جلال بريك أو يحب تونس ما عليه لم يقول نحن بس نصوتوا لجلال بريك، إذا أنتم ما تتعهدوش أمام الشعب أنكم لن تتحالفوا مع حركة النهضة في محلف السيد رئيس المجلس الوطني التخريبي، وأقسم بالإيمان بالأيمان الغلاظ أنه لن يتحالف مع حركة النهضة ولكنه فعل. أنا نحب رداء تونس والجبهة الشعبية وكل الأحزاب اللي مقدمة مرشحين أنهم يكتبوا بالكتابة خطيا والتزموا أمام الشعب أنه لا إمكانية ولا صلحة ولا اعترافة ولا تفاوض مع الذين ذبحوا أبناء شعبنا من جنود وضباط وضباط سمين وعرفاء وضباط. واضح جلال، ما أنت اللي فهمت ترشح متاعك ذي جدي، وما أنت عندك برنامج انتخابي، وتنجمش ما أنت تطلعنا على بعض التفاصيل من برنامج الانتخابي اللي محضره؟ إذا يا شعب تونس ما عندكم ثقة في هذه الأحزاب، صوتوا لجلال بريك حتى تنتصر لكلمتكم ولحقكم في الحياة، وخاصة في الحرية والكرامة، مش في الخبز فقط. الاستقلال الوطني هو اللي يجيب الخبز، الاستقلال الوطني هو اللي يجيب التعليم اللي تجعل من شبابنا قادرين على صناعة الصواريخ، ليس على صناعة سكاكين وسيوف لتقتيل وذبح أبناء شعبنا في تونس والجزائر وسوريا وليبيا لغير ذلك. اليوم المطروح على شعبنا أنه يفهم أنه في مفترق طريق، إما مع اليمين الديني المتطرف المتعفن أو مع اليمين الانبطاحي والانهزامي اللي مد يده للعدو اللي مطلق خيديه بدماء ولاد شعبنا. جلال بريك نجم يكون الحل الوطني، صحيح كلام جلال بريك ربما في بعض الفترات كان قبيح برشا وما يولمش الحسيسة اللطيفة لبعض من أبناء شعبنا، لكن الدم لا يوجهه إلا الدم والعدو لا يوجهه إلا بالعداء. أنا مستعد لقود بلادنا، أنا عندي برنامج وباش نعرض البرنامج نتاعي كيفاش نخرج من الورطة هذية. نحن قادرين بإمكانيات بسيطة لكن بإرادة وبعقل جبار وعبقري يمكن أن نحقق المعجزات، لأنه شعبنا هو معجزة في حد ذاته. إفريقيا بتسمي على اسمنا نحن، قرطاجة كانت تمثل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ولكن في شكل أجمل وأرقى وحضاري، ونعرف ثم الفينيقيين كيفاش كانوا يعملوا في التجارة مع الأمم الأخرى من دون استعمار أو احتلال أو عداء. إعادة هيبة الدولة والاستقلال الوطني الصحيح واختيار معناتها تحالفات جديدة مع دول جديدة، أثبت التاريخ بالكاشف أن فرنسا تعادي مصلحة تونس في التحرر والانعتاق والحضارة، الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، وكل الدول الغربية ما فيها أوروبا تساند الإخوان المجرمين على حساب تقدمنا. نحن يمكن لنا كشعب تونس حر ومستقل أن نتحالف استراتيجيا مع أختنا الجزائر وحبيباتنا الجزائر، ونتحالف استراتيجيا مع العملاق الصيني والعملاق الروسي والعمالقة الجدد في أمريكا اللاتينية. وسندفع أمريكا وفرنسا احترام سيادتنا
والا فسنقطع علاقاتنا معه. مش هبال نتاع العقيد هذا، فما دبلوماسيه، فما ذكاء، فما مراحل يمكن نخرج بها من براثن هذا المحتل. الحد لهنا واضح، ما فقط سؤال بركة. جلال بريك عنده تاريخ نضالي وشد الحبس، معنا كما برشا سياسيين اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا في الحكومة ولا في المعارضة. علاش ما تستغلش الفوند كوميرس متاع النضال متاعك باش تلقى بلاستك معنا كما القاوها ناس أخرين؟ أنا عمري ما نسمسر بشبابي ولا نسمسر بدمي ولا نسمسر بدم الناس اللي بشاف ضحية الدكتاتوريات المتعاقبة على بلادنا، ضحية الدكتاتورية اللي نرزحوا تحتها اليوم. اليوم عاملين الحكومة هذه عملت لنا مارش وكرام. المجلس ما يسمى بالتأسيسي مارش وكرام. نحن وإلا اسمه التنور نوح. فما بديل للداد هذه، فما نظرية جديدة على الاقتصاد، كيفاش نتعامل وكيفاش نبنيو اقتصادنا. التعليم طيب الناس برشا تتبجع بالتعليم، سنكورد ربما الرقم 2 في الميزانية نتاع البلاد، لكن لو كونتوني مضمون التعليم اش تقعد تعلم في ولادك. سنقرر اذا تمكننا من زمام الدوله ونربحوا في التشريعيه نبدلوا هالدستور هذايا وننظفوه ويكون دستور علمي مش علماني، علمي يبني كما بنى الشعب الالماني نفسه. اها دونك معناتها ملا باش تكون موجود في الحمله الانتخابيه مع الزملاء السياسيين. اكيد ولن نتراجع. وشكرا لزورة يا سام، شكرا على الشجاعه تاعكم. وهذا هو الدور الاعلام، هذه الاعلام هذا هو الصحيح. الناس الكل عندها الحق تتكلم، وخاصه كي تبدا يزيد اولاد البلاد تحيه للساحه كلهم وكل انتراب الوطن. شكرا لك جلال بريك على تدخلك معنا مباشره من باريس للاعلان على ترشحك للانتخابات الرئاسيه. تحيه لك من سوسه في